في مؤتمر صحفي أعلن التمكين عن إطلاق الموسم الثالث من منافسة تمكين لقطاع الأعمال، والمزمع إقامتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر من هذا العام، بحضور أعضاء من تمكين الشريك الاستراتيجي للمنافسة وأعضاء شركة فينامار كوميونيكيشنز مبتكري فكرة المنافسة والمنظمين لها، إضافة إلى وسائل الصحافة والإعلام. تهدف المنافسة إلى زيادة الوعي عن برنامج تمكين المختلف وتعريف الجمهور الكريم عن كيفية الاستفادة عن البرامج المطروحة للأفراد والمؤسسات في القطاع الخاص، كما تركز المنافسة على تعزيز المشاركة بين مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب تسليط الضوء على الشركات وقطاعات الصناعة الرئيسية والتي جعلت البحرين مركزاً للمال والأعمال الرائدة في المنطقة. إن منافسة تمكين لقطاع الأعمال ستجمع فرقاً ومشاركين من المؤسسات الرائدة في البحرين تتنافس في أجواء من الألفة والمرح، وتمثل الفرق المشاركة قطاعات الصيرفة والتأمين، رواد الأعمال والتكنولوجيا والاتصالات والصناعة، كما ستتبارى الفرق أمام مئات الجماهير الذين سيتابعون مجريات المنافسة عبر البث التلفزيوني والصحف والتغطيات الإلكترونية، فيما ستقام المنافسة الختامية في 10 ديسمبر 2013 المقبل على الجائزة الكبرى، وسيتم الإعلان قريبا عن مزيد من المعلومات حول منافسة تمكين وطرق المشاركة فيها.